مخلوقات أصناف يا دنيا يا وسعات فيك الأمان خواف يا خينا يا خسعات والمخلوقات أصناف يا دنيا يا وسعات مراد. معقول؟ اهلا يا متولي. الحمد لله بالسلامة. انا مش مصدق نفسي يا حبيبي يا اخوي. معقول؟ معقول انت بتعمي؟ معقول انت في حضني يا حبيبي؟ يا حبيبي يا اخوي، يا حبيبي يا حبيبي يا اخوي.
اعمل معروف، ما تعاتبنيش. انا عارف ان انا غلطان، بس ارجوك صدقني انت وحشني قوي. صدقني لما بقولك ان انت وحشني قوي. امال انا اقول ايه؟ بس انا كنت عارف انك هتيجي في يوم من الايام مهما طال الزمن. ايوه، ما هو محدش يمشي وينسى بيت ابوه وامه. وحشني قوي يا مراد يا اخوي. اخر مره شفتك فيها من ده من زمان قوي. هان عليك اخوه، تسيبوا المده دي كلها يا مراد. انت لو زعلت مني الزعل اللي في الدنيا دي كلها، انا ما اقدرش الومك ولا اعتب عليك. كنت بدعي ربنا كل يوم في صلاتي انه يطول في عمري لحد ما اشوفك. انا اللي جاي لك برجلي اهو يا اخويا، زي ما مشيت من عندك اخر مره. انا اللي راجع لك اهو، وبندم على الوقت اللي فات من عمرنا. انا ماليش عذر عندك، بس اللي بترجاه منك انك تسامحني. يا ترى يا مراد الدنيا خديتك لحد فين؟ ما ردتش علي. الدنيا خديتك لحد فين يا مراد؟ ايه ده بس يا متولي؟ ايه ده؟ فهمني يا مراد، الدنيا خديتك وديتك لحد فين؟ طب هي غلبتك ولا انت غلبتها؟ انا عطشان يا متولي، عطشان. شويه ميه. عناي يا اخوي، عندي ازازه ميه من زمزم كنت جايبها من الارض الطاهره واني بعمل عمره. من نصيبك والله، ما حد حيشربها غيرك. اشرب يا حبيبي، مطرح ما يسري يمري. ما هو مش هينفع تقعدي تضايقي في نفسك كده يا حبيبتي. ما هي حاجه مش قليله يا ماما، ده انا ما بقتش عارفه اقول ايه لنجلاء وهي بتكلمني. اقول لك على فكره، انا لما بلاقي نفسي في موقف زي ده ومش عارفه اعمل فيه ايه ولا اتصرف ازاي، بحاول اشغل نفسي بحاجات تانية خالص عشان ابعد تفكيري عن اي حاجه بتقلق. يا ريت كنت اقدر يا ماما، ده انا كنت خلاص ابتديت اكتب اسامي الناس اللي هندعيهم، وكنت رتبت وجهزت أموري. مش عايزاكي ترجعي للموضوع ده دلوقتي، على الأقل انسيه بس شوية، وبعد كده هتلاقي نفسك بتفكري بهدوء. أنا مش عارفة أعمل إيه يا ماما. وبعدين معاكي، اسمعي كلامي، مش هتخسري حاجة. انسي الموضوع ده شوية. انتي عارفة الدكتورة سلوى اللي معايا في المستشفى؟ آه طبعا. تعرفي إنها انفصلت عن جوزها؟ مش معقول، اللي عرفوا انهم كانوا بيحبوا بعض جدا. البيوت اسرار بقى، ما تعرفيش ايه اللي خلاها فجأة كده ما بقتش طايقة تقعد معاها لحظة واحدة. غريبة دي. زي ما بقولك كده، لدرجة انه بعد شهر واحد ما بقتش عايزة ترجع بيتها، وما بتصدق يبقى ليها نبطشية، لدرجة انها كانت بتاخد نبطشيات زمايلها. وبعدين لفتت نظري الحكاية دي وسألتها. هو ايه اللي وصلها للدرجات دي؟ انا مش قلتلك مره ان الجواز ده تفاصيل بين اتنين تحت سقف واحد، وكل طرف راسم صوره في خياله للطرف التاني، لكن الحقيقه غير كده. كل واحد جاي بطباعه وسلوكياته اللي اكتسبها طول عمره. مش ممكن حد يغير من ده؟ لا طبعا، لان كل واحد مستحيل يكون غير نفسه.
طب وفترة الخطوبة دي مش المفروض انها تخلي كل طرف يعرف الطرف التاني مختلف عنه في ايه وسلوكياته ايه؟ لا طبعا، عشان كل واحد بيحاول يرضي الطرف التاني بأي طريقة، حتى لو اكتشف ان في حاجة مش عاجباه بيحاول يطمن نفسه ويتخيل انه هيقدر يغيرها بعد الجواز. طب ايه بقى اللي يخلي الجواز يستمر؟ العقل والحكمة. لازم كل واحد فينا يفهم ان الطرف التاني ده مش ملاك، ده بني آدم وليه أخطاء وعيوب، وكل واحد فينا لازم يتنازل شوية عشان الحياة تستمر. على فين يا محسن؟ مفيش يا ماما، عندي ميعاد مهم. في عندي ميعاد أهم، هنروح لهدى هانم نعرف سبب تأجيل الفرح، عشان لا تقول أمي قالت ولا عادت ولا عايزة تفركش الجوازة. ماما يا حبيبتي ما تزعليش مني، ما تحاسبنيش على حاجة قلتها في ساعة غضب. كلم ميرفا تقول لها احنا جايين لها دلوقتي. ماما انا مش هقدر اجي معاكي، روحي انت لوحدك. احنا الاثنين عشان نعرف راسنا من رجلينا. يلا اتفضل اتصل بيها. طب ما نستنى لحد ما عمي مراد يرجع ونسمع منه هو. الدكتورة هدى مش قليلة وانا هعرف منها كل حاجة. طب ما تروحي لها لوحدك عشان خاطري. لا هتيجي معايا ولازم افهم في ايه. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا ماما؟ ازيك يا ميرات؟ ايه يا خالي؟ كنت فين كل ده؟ انا قلت بابا مسافر بقى براحة. ما انت على طول براحتك يا سي خالد. بابا ما قالكيش مسافر فين يا ماما؟ ايوه قال انه مسافر لعمكم. عمنا؟ ما تستغربوش، مقاطعين بعض بقالهم سنين طويلة وقرر دلوقتي يوصل اللي اتقطع. غريبة بعد العمر ده كله. وش معنى دلوقتي بالذات؟ الأسئلة دي سألتها له وللأسف ما لقيتش إجابة تريحني. طب وإحنا إيه اللي خلانا قطعنا عمي يا ماما؟ اللي أعرفه إن في خلافات بينهم من قبل ما نتجوز. يعني ما حصلش أي زيارات بين الطرفين المدة دي كلها؟ أبدا، هو بابا بيقول إنها غلطة ورايح يصلح. تفتكري يا ماما ممكن يكون في علاقة بين سفر بابا لعمي وموضوع تأجيل الفرح؟ علاقة؟ إزاي ميرت؟ ما هو ممكن كل القرارات المفاجأة دي يكون وراها سبب واحد. بلاش نفكر بالطريقة دي، لأن ممكن يكون كلامك صح وممكن تكون كل القرارات دي ملهاش علاقة ببعض. يعني إحنا ممكن بقى نزور عمي ونشوف ولاده ويقولنا هنا كمان. كان المفروض تبادري يا ماما وتحلي الخلافات دي من زمان. أحلها إزاي بقى وكل عيلة في بلد وباباك قافل خالص على الموضوع ومش عايز يجيب سيرته؟ وفرضوا عمي دلوقتي مرضيش يقابل بابا ورجع لنا والخلافات زي ما هي، هيبقى ايه موقف دلوقتي؟ يبقى الامر على ما هو عليه. الكلام ده واحنا صغيرين يا ميرات، انما دلوقتي احنا من حقنا نعرف عمي وعيلته ويعرفونا. انا جاي لك اخويا بعد الزمن ده كله ارمي عليك شوية من حمولي. لو اقدر اشيله عنك يا مراد يا اخويا. محدش يحب يشوف أخوه وهو مغلوب أبداً. أنت ليك دين في رقبتي من يوم ما اشتريت منك أرضك، نصيبك في الميراث. أيوه، مش لما تحايلت علي ومضيتني على أقل من حقي. بس اطمن، القسمة دي أنا راضي بيها. أنا اشتريت منك الأرض دي بسعر أقل من اللي تستاهله، وحقك لازم يرجع لك. وحيرجع لي إزاي بعد السنين دي كلتها؟ هرجع أدور عند أخوي ابن أمي وأبوي على الحق والمستحق؟ الفرصة لسه في إيدي يا متولي. تبقى الدنيا غلبتك يا اخويا، انا مش محتاج حاجه. انا نسيت الارض دي ومولها، نسيتها من زمان، نسيتها خالص. بس انا ما نسيتش يا متولي، انا جاي لك النهارده عشان ارجع لك حقك. ما تعاقبنيش على غلطتي، اللي جاي اصلحها عندك. يا ألف أهلا وسهلا، البيت نور يا يسرية هان. منور بصحابه يا حبيبتي، كتر ألف خيرك. تعيشي.
تأمره بأي خدمة تانية؟ شكرا. إيه أخبارنا إحنا بقى؟ والله إسري هانم، أنا نفسي للأسف ما قدرتش أعرف، يعني ما فيش أي حاجة بالنسبة لمحسن. لا أبدا، هيكون في إيه؟ ده حتى مرفت محرجة قوي من صحابها، عمالين يسألوها عن ميعاد الفرح وهي مش عارفة ترد عليهم تقول لهم إيه. أمال إيه القرار المفاجئ ده؟ أرجوك يا دكتورة خليكي صريحة معايا، لو في أي ملاحظات على محسن أو يكون عمل أي حاجة زعلت مراد بيه منه. أبدا أبدا يا يسري يا هانم، مفيش كلام من ده خالص. ما تخبيش علي أرجوكي، محسن ممكن يكون انفعالي وزعل مراد بيه من غير ما يقصد. والله ما في حاجة من دي يا هانم، إحنا نفسنا مش لاقيين مبرر واحد لتأجيل الفرح. طب وبعدين هنفضل على كده لحد إمتى؟ لا إن شاء الله لما مراد يرجع بالسلامة هنحسم الموضوع ده، وأكيد هنحدد ميعاد الفرح، أوعدك بكده. حضرتك عارفة محسن عمل كل المطلوب منه وما قصرش في حاجة أبدا. أنا مش عايزاكي تقلقي قوي كده، إن شاء الله ربنا هيتمم بخير. بس أنا فعلا محتاجة مراد بيه يقولي سبب مقنع ومحدد. أنت عارفة قال إيه لمحسن لما راح له الهيئة؟ لا طبعا ما عنديش فكرة. ده بيقوله خزن الموبيليا في أي حتة. إيه معنى الكلام ده؟ ده بدل الموبيليا ما تيجي تتشحن على شقتهم على طول، بدل ما كل ساعة والتانية تتبهدل في النقل. صحيح، أي حتة يعني إيه؟ وبعدين قرار التأجيل ماله مال تخزين الموبيليا؟ ده كده الموبيليا ممكن تتخدش قبل ما يدخله. عندك حق، بصراحة أنا محرجة قوي ومش عارفة أقولك إيه. ده غير إنه بيقول إن الجوازة دي مبنية على أساس مش سليم، ده اللي قالته مرفت المحسن. لا يا يسري يا هانم، هو ما يقصدش كده خالص. أمال إيه معنى الكلام ده؟ أنا عايزاكي بس تطمني وما تقلقيش، إن شاء الله كل حاجة هتبقى كويسة. عارفة يا دكتورة وإنتي مش غريبة، عشان محسن يقدر يوفي بالتزاماته أنا جيت على نفسي وعملت حاجات فوق طاقتي، وكنت في كل خطوة بعملها أقول لنفسي ده ابني الوحيد اللي طلعت بيه من الدنيا، مش لازم أبخل عليه بأي حاجة مادام ده هيرضي ويسعده. أنا عارفة كل الكلام ده ومقدرة كل اللي عملتوه. أنا بس عايزاكي تعرفي إن أنا كمان ما قصرتش في حاجة. الحكاية مش حكاية تقصير منك أو من محسن، ده مجرد تأجيل للميعاد. مش بيقولوا كل تأخيرة وفيها خيرة؟ عموما أنا هتكلم مع مراد ونحاول نحدد الميعاد في أقرب وقت إن شاء الله. محسن إيه رأيك لو قلتلك إن إحنا ناخد قرار دلوقتي ونحدد ميعاد فرحنا ونحط بابا قدام الأمر الواقع؟ إيه ده إيه ده إيه ده؟ إيه الكلام اللي بتقوليه ده؟ ازاي نتجوز من غير موافقه مراد بيه؟ يا محسن احنا متجوزين والفرح ده مجرد احتفال وده من حقنا. ايوه بس انا كده هنزل من نظر ومن نظر العيله كلها. انت مش عايز تفهم ليه؟ هو مش رافض الفرح، هو طلب التاجيل بس. لازم نناقشه ولازم نعرف الاسباب اللي بيتكلم عليها. عموما يعني انا متاكده ان الاسباب ايا كانت ملهاش علاقه بينا. طب وايه اللي اكد لك؟ بابا عنده مشاغل كتير واكيد ده اللي مخليه مش عارف يحدد ميعاد الفرح. ما انا فكرت كتير يا محسن، مفيش سبب تاني غير ده. مش عارف يا مرفت، الكلام ده اكيد وراه حاجه، يعني لو بصيتي للكلام كويس هتلاقي ان هو مستحيل يبقى مجرد تاجيل. ما هو اللي قاله ده لو كان له اي معنى تاني كان لغى الموضوع كله مش اجله. مش عارف انا خايف ليه، وانا بتكلم معاه كان بيكلمني رسمي قوي مش زي عوايده. مادام خايف كده تبقى عملت حاجه من ورايا ووصلت لبابا. طب وانا هكون عملت ايه يا مرفت؟ امال ليه مش عايز تاخد قرار؟ طب تعالي نفترض ان انا وافقتك، فين مفاتيح الشقه؟ هو احنا هنتجوز بكره؟ احنا هنحدد ميعاد الفرح ونتبع الدعاوى وساعتها بابا مش هيقدر ياكل. لا يا مرفت بلاش التهور ده لو سمحتي. انت عمال تهرب من ايه؟ هو ده قرار سهل، احنا دلوقتي نحل المشكله الاساسيه بعد كده نشوف حل الموضوع ده. ما هي المشكله هتتحل لما نحطه قدام الامر الواقع. والدكتوره هدى موافقه على القرار ده؟ يا محسن انا عايزه موافقتك انت الاول وبعدها انا هعرف اقنع ماما وبابا. لا لا انا مش شايف ان الكلام ده في مصلحتنا، احنا نستنى لما مراد بيرجع ونشوف هنعمل ايه. سمرة ازيك يا سمرة؟ يا جرأتك يا اخي. مش عايزان ابقى جريء، اللي يعيش في وسط الاسود عمره ما يخاف. ما بتخافش من الاسود ومخليهم زي العجينة الطرية في ايدك، وبتخاف من الحريم ومش عايز تقرب لهم. انا ما بخافش من الحريم يا سمرة، انا بس بشيلهم من دماغي. ليه بقى ان شاء الله سمرة؟ من غير ليه،
قدامك 10 دقايق والجمهور هيصرخ عايزين سمرة عايزين سمرة. يلا بنت قومي بقى. كل ده وما انتش حاسس بقلبي. اه يا قلبي يا كتاكت. هنهزر بقى. امال عايزين اخدها جد يا بنت الدنيا؟ لازم تبقى كده، ما تاخديهاش جد ابدا، خديها هزار على طول. عارفه ليه؟ ليه بقى ان شاء الله؟ لانها معبر كوبري، بنبتدي من اوله نوصل لاخره وخلاص. شويه الاسود وشويه الكوبري. وبعدين بقى ما تقوم يا بنت الحق الشغل بتاعك وابقى احكي لك بقيه الموضوع واحنا على الكوبري، اقصد واحنا على. يلا بقى. ماشي يا بص، بس مش هسيبك تفلت بالكوبري بتاعك. على عيني والله يا غزال، لو كان بايدي كنت افضل جنبك واجيب لي عمري الف عمر. ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله. اتفضلي. شرب حاجه يا هلا. ميرسي يا عم محمد، شويه كده. تمر باي خدمه؟ شكرا. ازيك يا حبيبتي؟ تمام كده. برضو تسيبي صاحبتك في وقت زي ده؟ وانا اقدر اسيبها برضو؟ ده لما ما جاتش الشغل النهارده قلت لازم اروح اشوفها. هو في ايه يا طنط؟ امبارح بسالها على ميعاد الفرح لقيتها عصبيه جدا. معلش يا حبيبتي، اصلها متضايقه شويه عشان تاجيل الفرح. هو ايه اللي حصل بالظبط؟ ولا حاجة. يا ريت دلوقتي بس تحاولي كده تقعدي معاها وتخليها تخرج من المود اللي هي فيه، ويا ريت كمان تقنعيها انكم تخرجوا بره شوية اهو تغيروا جو. حاضر يا طنط، عن اذن حضرتك. اتفضلي. غريبة اللي بتعمله ده يا مراد، امال هنعرف طريقك ازاي؟ بس انا ليا حقوق تاني عند مراد غير الارض والمال. حقوق ايه يابا؟ اطلع اسال الناس ولا فتشي في قلبي وهو يقول لك اني حقوق اني عايزها منه. ما كنتش فاكر انه جاي عشان ارض وفدادين. الحقوق حاجة تانية يا بنتي.
قصدك ايه يابا؟ البلد واهلها شافوني وحداني من يوم ما مشي. كل يوم السؤال كان بيكتر على كل لسان وجوه كل العيون، اخوك فين؟ سبك وراح فين؟ ايه اللي منعه عنك؟ الدنيا خدته، كنت مستني رجعته، مستني ينسيني همي، وكتاب الله ما كنت عاوز حاجه منه. مشتاق بس لقلب اخويا، مشتاق ينسيني هم الدنيا، مستني حبه، مستني عطفه، مشاعر وود وحنيه وستر وغطا. تعملش في نفسك كده يا عم. ألف يوم يعدوا وألف غيرهم وغيرهم، كنت محتاج شرط فيهم. أيام يامي كنت مستني أخويا جنبي، أتونس بيه، أشم ريحته، أتدارى بيه من الدنيا الظلومة. بس يا خسارة لما رجع مراد ما كانش في دماغه غير أرض وفدادين، يبقى لسه ناقصني كتير كتير قوي يا بنتي، ناقصني أخويا. ازيك يا مربت؟ طمنيني عليكي، اخبارك ايه؟ الحمد لله. قوليلي ايه السبب في اللي حصل ده؟ ارجوكي ما تسالينيش عن السبب، انا لغايه دلوقتي ما اعرفش اي سبب. طب سيبك من الاسباب، ما بتجيش الشغل ليه؟ تحرمينا منك يومين ورا بعض. مش طايقه نفسي يا نجلة. انا مش فاهمه انتي شايله هم ليه ومستعجله على الجواز قوي كده ليه؟ المشكله يا نجلة مش في الجواز في حد ذاته، المشكله في التاجيل اللي ملوش مبرر. تعرفي لو كان الكلام ده حصل قبل ما استعد والدنيا كلها تعرف. عادي، ما تكبريش المواضيع، سيب الامور تمشي لوحدها. مش هتمشي، هتقف. مفيش حاجه بتبقى على حالها، خديها نصيحه من خالتك نجلاء. اقعدي انتي هزري وانا بغلي من جوه. يا حبيبتي الموضوع مش مستاهل ده كله، هتعقدي نفسك وتقفلي على نفسك. اما النهارده بقى راحت عليكي فرصه رحله الاقصر خدتها صاحبتك نسرين. هو انا كنت هعرف اسافر في وقت زي ده؟ مستر علي كان مصر ان انتي اللي تطلعي مع الوفد ده علشان معظمهم من فرنسا. وايه يعني؟ ما نسرين دراستها كلها في مدارس فرنساوي، بس ما طورتش لغتها زيك، ولا بتقرا ولا بتتابع. عشان تعرفي الجواز والعيال ممكن يعملوا ايه في مستقبلك المهني. اقعدي بقى كرهيني في الجواز. انا برضو اذا كنت انا اللي معرفاكي على محسن. هو انت كنت تعرفيه منين؟ اه طبعا، ما احنا لازم ننسى دلوقتي. هو كان بيجي عندنا عشان طبيعه شغله. انت تعرفيه منين؟ انا اللي لمحت اهتمامه بيكي، كان كل ما يجي يعدي على المكتب ويتقرب لسعادتك وحضرتك ولا واخده بالك. بيتهيألك مفيش واحده ما بتحسش بالانسان اللي مهتم بيها، بس انا كنت عامله مش واخده بالي عشان اسيبك تعملي فيها خطبه. يعني انت كنت بتضحكي عليا المده دي كلها وعماله تقولي لي بتتكلمي عن مين يا نجلاء؟ مش واخده بالي يا نجلاء، اني واحد يا نجلاء؟ وانت كنت واخده بالك من ده كله؟ ماشي يا ميرفت، خلينا في المهم دلوقتي بس يا نجلاء. ادعيلي يا حبيبي. يا حبيبي يا مراد، بس قافل تليفونك ليه؟ قلقنا عليك. ايه يا سمرة، ايه الحقيقة؟ وحشك الحق يا سالم. ايه بس في ايه؟ طليق جاي الباب بره بيتهجم عليا انا وامي. افتحها بنت، افتحها بنت، وعدي ليلة الجامعة خير. انا مش عارفة، انا خايفة، محدش قادر عليه، محدش عارف يلمه. الحقني يا سالم، ربنا يخليك. رب يخلي رب. تاني يا عبد البش. طب انا جاي اهو. محدش فيكم يقرب، احسن واللي خلق الخلق صور لكم قتيل هنا، محدش
فيكوا هيحميها مالك مالك ومالها يا عم؟ كانت على ذمتي يا اخويا، يعني سمعتها من سمعتي ومش حسابها توثق الحاره اللي ما فيهاش الرجاله دي، سامعني؟ افتحها ابد، بقولك افتحي، اللي هيقرب لي فيكوا هصور لكوا هديني هنا. ازاي تفكري تفكير زي ده؟ انا محرجه من محسن ومش عارفه اعمل ايه. ما هو اكيد في سبب مهم ورا تاجيله ده، بس كويس ان محسن ما وافقش على جنانك ده. يعني هو لو كان وافق كنا هنتجوز بكره. يا بنتي انا فكرت في كده عشان بابا يحس بخطوره تاجيل الفرح. ما هو ممكن يكون السبب ده خاص بظروف والدك، وبصراحه انا مش شايفه مبرر للقلق اللي انت فيه. يا ميرات مش توهنا انا نجلاء هنا. ازيك يا نجلاء؟ ازيك يا خير؟ عامله ايه؟ الحمد لله. تعالى يا سيدي شوف اختك اللي قفلت كل البيبان المفتوحه وحبست نفسها. انا اللي هشوف، هما حاسبينك معاها ليه؟ اول مره اشوف نجلاء متفائله. يا حبيبتي انا واقعيه، واللي نملكه دلوقتي شويه صبر لحد ما نعرف مراد بيه هدفه ايه من التاجيل. شايفه العقل؟ هي دي نجلاء البشار. بتتريق عليا يا خالد؟ لا والله ابدا، انت فعلا عندك حق. طب انا بقى متاكده ان كلام بابا ده وراه حاجات احنا ما نعرفهاش. علشان كده انا شايفه ان انتوا تستنوا مراد بيه لما يرجع بالسلامه، وان شاء الله ربنا هيتمم بخير. ان شاء الله. هخلي الدم للركب، ملهاش لازمه اللمه دي، كل واحد يروح على شقته. معاك حق والله يا عبد يا باشا، اول مره تقول كلام مظبوط. كل واحد يفض اللمه دي ويروح. يلا وانت اولهم يا عبد يا باشا. الله الكنج وصل اهو. ايه اللي جابك ده؟ انا على كده بقى كان ليا حق ان انا طلقتها ورميتها لكلاب السكك. اتلم يا باشا، محدش يقدر يلمني، لا انت ولا عشرة زيك يا بتاع السيرك يا مدرب القطط. انت ايه اللي جابك؟ جاي تطمن على الهانم اللي ماشي على حل شعرها؟ لما يا عبد يا باشا، الست اللي انت بتتكلم عليها دي اشرف ست في الدنيا. وبعدين انت عايز منها ايه يا ابني؟ انت مش طلقتها واتجوزت تاني؟ خلاص اللي بيحصل ده ما يحصلش تاني، ولو حصل بعد كده مش هيحصل لك. طيب ها؟ هاخدك الاسم بيتك هناك ليلتين. ماشي ماشي يا كنك، وانا كمان ماشي، بس مصير الحي يتلقى. اوعى يلا يلا وسع. وانتوا كمان يا جماعه يلا مع السلامه، كل واحد يروح لحاله. ما يلا يا جماعه واقفين ليه؟ ما قلنا خلاص حصل خير. نورتيني يا سلام. ميرسي يا دكتوره. ميرسي. اتفضلي يا حبيبتي، اهلا بيكي. انا اسفه يا دكتوره هدى اني هشغلك معايا في حاجه زي دي. اخص عليكي يا سلوى، ما تقوليش كده، احنا اصحاب قبل ما نكون زمايل. ده انا قلقت عليكي قوي لما اتكلمتي في التليفون. وانا ما لقيتش حد غيرك عشان اروح له. ايه الحكايه؟ الدكتور احمد عمل ايه بالظبط؟ بقاله اسبوع بيضغط عليا وبيوسط كل اللي يعرفونه عشان نرجع، وانا مش قادره ارد على حد ولا اقول لهم سبب. حتى لو قلت يا سلوى هيقولوا لك برضه استحملي. محدش هيقدر الموقف زيك يا دكتوره هدى. انت كنت تعرفي الدكتور احمد وتعرفي المرحومه مراته. المشكلة عند الدكتور أحمد إنه هو جراح شاطر قوي، وده اللي عمل له الأزمة لما ما قدرش ينقذ حياة المرحومة مراته، وده اللي مخليه مش قادر ينساه. وأنا ما انكرش إن أنا فعلا كنت ابتديت أحبه، والأمور بينا كانت ماشية كويس قوي لغاية ما اتجوزنا. ومن الأسبوع الأولاني اكتشفت إن هو اتجوزني عشان شاف فيا صورة من المرحومة مراته. ده ممكن يبقى شيء طبيعي جدا لفترة عشان الظروف الصعبة اللي هو مر بيها، إنما بعد ما حكيتيلي تصرفاته معاكي يبقى ده تحول لمرض نفسي ولازم يتعالج. هو مش مقتنع بالكلام ده على الإطلاق، واتخانق معايا أكتر من مرة وأنا بقوله لازم تروح لدكتور يساعدك. أنا حاسة بيك يا سلوى، ومش عايزاكي تتأثري بالضغوط دي. تأكدي إنها هتكتر وممكن يطلعوكي أنت اللي غلطانة. حتى لو غلطوني أنا ما أقدرش أقول لأي حد أسرار بيتي يا دكتور، وحتى الكلام اللي قلته في تفاصيل كتيرة أنا برضو ما قلتهاش، لأنه مهما كان ده برضو كان جوزي. أنت أصيلة يا سلوى، لأن أنا عارفة العلاقة بينكم ممكن توصل لإيه في حالة زي حالة الدكتور أحمد. ربنا يخليك ليا يا سلوى. أنا ما عملتش حاجة، ده واد هايف يا بنت، لو نفخت فيه طير. ربنا بيحرمني منك. الله انت عامله ايه حكايه ليه؟ انا عملت زي اللهجات اللي بشوفها في الافلام، فريد شوقي هت محمود البيجي يروح خايف على طول.
هيا حبيبتي، تحبي تيجي تنامي معايا ولا اجي انام انا معاكي في اوضتك؟ انتي تشرفيني يا ماما وانا في حضنك زي زمان. اه بس بشرط تقفلي الموبايل ده. حاضر يا ماما. هغير هدومي واجيلك. الو. ايوه محسن. لا مفيش حاجه. شكلك زعلان. المفروض انا اللي ازعل يا حبيبتي مش انت. طيب طيب على العموم مش وقت دلوقتي. بابا لسه ما رجعش. هعرف ازاي يعني يا محسن؟ بقول لك لسه ما رجعش. هخبي عليك ليه يعني؟ ابدا. اه متضايقه، كلنا متضايقين، بس مفيش قدامنا غير ان احنا نستنى لما يرجع. طيب تبقي طمنيني عليكي بس يا حبيبتي. نامي كويس انتي وتصبحي على خير. باي باي. يا كان فاضل كام يوم واسكن في الشقه اللي فوق دي والاقي النيل كله تحتي، مش عارف ايه اللي حصل، مش عارف ايه السبب. اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه عندك حق يا اخويا، حق في اخويا اللي رجعته لي مغلوب. اخويا الحقيقي فين يا مراد؟ ايه يا سيب فرشتك واقف هنا ليه؟ مفيش يا بنتي. وبعد هلك بس ياب مراد، مش هو دي اخويا مراد اللي انا اعرفه؟ شو ازاي بس؟ انت ما شفتهوش ولا عرفتهوش زي يا بنتي، انت سمعتي عنه كلام وبس. انا اللي عشت معاها اجمل سنين عمري، كان هو املي اللي ما قدرتش احققه. كنت انا وابويا واحنا سارحين للغيط نشوفه هو مسافر للكليه بتاعته، نبقى رافعين راسنا. جدتك الله يرحمها ويحسن إليها كانت تستنى طلعته اللي زي البدر المنور وهي على نار. لكن أنا مش عارف هو اشمعنى دلوقتي اللي اتغير. يمكن علشان المدة طالت يابا. ايوه طالت وغيرت فيه حاجات كتير. يوم ما دخل الكلية كأنني اللي دخلت، ويوم ما اتخرج واشتغل كأنني اللي اتخرجت واشتغلت. أنا ما فلحتش في العلام، لكن هو ربنا أكرمه، كل شيء اسمه ونصيب ومكتوب ومحدش يقدر يغيره. بس مش هو دي اخوي. كان جواي واني جواه. فاهم يعني ايه الكلام ده يا ايمان؟ كل حاجه تمام. مش عايزه حاجه يا ست الدار؟ هو احنا يا واد مش هنشوفك الا لما تحصل عركه.
تعال خد هنا. ايه عندك عركه انت كمان ولا ايه؟ عركه معاك انت؟ عركه معانا ليه؟ لو كنت يا ابني بصحتي وكنت قادره صدقني كنت قمت ضربت عبده البشي ده، وكمان كنت رحت السيرك واشتغلت بدالك. ربنا يديك الصحه يا حاجه، ده الاسود كانت قدمت استقالتها. يا واد يا بلسان طويل. وبعدين معاكي بقى يا ست الدار. ما تسيبيها يا سمره تقولي اللي هي عايزاه. متشكرين يا ابني، الحمد لله انك قريب مننا علشان كل ساعه نطلبك ونتعبك معانا. تعبك راحه يا حاجه، مش عايزه حاجه يا مشعور. ربنا يجعلك سالم. ايه ده، هو انا حاجه تانية ما انا سالم؟ يلا تصبحوا على خير. وانت من اهله يا ابني. ربنا يسعدك يا بنتي. السلام اخوي، هتوحشني يا حبيبي. برضو ماشي يا عم، ما لحقناش نشبع منه. ما انا يا بنتي هرجع لكم تاني ان شاء الله، لولا بس ان اخويا هنا لوحده كنت خدتك معايا وما سبتكيش هنا ابدا. شوف بقى، احنا نحاول نعوض اللي فاتنا ده كله، من وقت للتاني تيجي تزورونا ونقعد مع بعض شويه كده عشان نعوض. اتفضلي. ايه ده يا عم؟ ده قيمة حقك وحق اخويا حسب تقدير النهارده، ومع كده الارض دي هتفضل بتاعتكم انتوا قد ما رعيتوها وتوليتوها وحافظتوا عليها وصرفتوا عليها من مالكم ومن عمركم. مراد ده حقها يا متولي اخويا، ده حقها. ما قلنا الكلام ده ما ينفعش يا اخويا. شوف بقى اقول لك، انت من حقك تتنازل زي ما انت عايز، لكن هي ما ينفعش ما تتنازلش. هاتي ايدك عشان ده حقك وحق ابوك. ما تطولش الغيبه يا مراد، انا هستنى الاولاد يوم ما يجوا، هعرف ان متولي مش غريب وله اخ اولاد من دمي. ما قلت لك محقولك يا متولي، محقولك اخويا، خليك مسامحني لحد اخر يوم في العمر. أتوب عن إيه وأتوب إمتى وأتوب
ازاي يا رب؟ الناس يا اكبر من ذنوب الناس، يا غنوة خير على نغم القانون. وانا يتوب امتى واتوب ازاي يا خالي الارواح؟ العمرات دوران العمرات.